السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم لا الشهيوة ديالنا غير بالروز والدجاج، وغادي نبداو على بركة الله باش نوريكم كيفاش كنصاوب هاد الوصفة. في طنجرة عادية ديالنا غادي نوضعو الزيت وبصلة واحدة مشلضة وثلاثة ديال الفصوص ديال الثوم مفرومين، ونخليوهم يطيبو واحد شوية على ما لمدة 5 دقائق. من بعد 5 دقائق غادي نزيدو الدجاج ديالنا. بالنسبه للدجاج يمكن لك تستعملي اي طرف من الطرفه ديال الدجاجه، من الاحسن كذلك الصدر اللي كيعجبو الصدر. انا هنايا خديت هاد الكابي او الرجيلات ديال الدجاج، يمكن لك تحيدي لهم الجلده وممكن لك تخليهم هكاك على حساب الذوق ديالك. وغادي نزيدو التوابل. بالنسبه للتوابل انا ضفت معلقه صغيره ديال الابزار الاسود، الملح على حساب الذوق، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال القزبر حبوب غبره، وغادي نزيدو معلقه صغيره ديال غرام مسالا راس الحانوت. وهنا ضفت الفلفل الحار، معلقه ديال معجون الطماطم، وقزبر مقطع او مفروم مقدار ديال 4 كاس. وغادي نخلطوا العناصر مع بعضياتها مزيان ونخليوها طيب لمدة 5 حتى 10 ديال الدقائق. من بعد 5 دقائق غادي نحلو على الطاوة ديالنا وغادي نحركو مزيان، وغادي نضيفو مقدار ديال جوج ديال الزلايف صغار ديال الماء حتى نغطيو داك الدجاج بالماء، ونسدو عليها ونخليوها طيب حتى يتجمر ونشوفو ان نحسب ان الدجاج من الداخل طاب. ومن بعد ما الدجاج ديالنا طاب غادي نحيدوه ونحطوه على جانب، ونخليو الدغميره ديالنا تزيد طيب واحد شويه حتى نشوفوا ان داك الزيت تعزلات على لاصوص، ونطفيو عليه. اما بالنسبه للارز، انا ديجا وضعت الطنجره فيها الماء وحتى طاب ولا غليان، وزدت ليه معلقه ديال الملح، ووضعت جوج كيسان ديال الارز البازماتي وخليتهم يطيبوا. وعندي الطريقه باش انني كنصاغب الارز البازماتي بطريقه ناجحه، غادي نحط لكم الرابط. ومن بعد ما كيطيب كنصفيه من الماء وكنرجعو في نفس الطنجرة اللي أنا طيبت فيها الرز. وبعد ذلك نحطو لاصوص ديالنا على الأرز اللي طيبناه من قبل أو سلقناه من قبل،
وكنوضعوا الدجاج بطريقه عشوائيه من الفوق، وكنغلقوا على الطنجره ونخليها طيب لمده 20 دقيقه على نار جد متوسطه مهيله مهيله بزاف. ومن الاحسن الا كان الطنجره عندكم كتدخل الفرن تغطوها غير ببابي الومنيوم وتدخلوها الفرن كذلك لمده 20 دقيقه وكتجي الطريقه احسن. من بعد ما الارز ديالنا طاب لمده 20 دقيقه على نار هادئه كنزولوا داك الدجاج ديالنا وكنخلطوا مزيان الارز مع لاصوص كما كتشوفوا هنايا في الصوره. الطبق ديالنا ها هو وجد، كنوضعو في طبق التقديم، كنوضعو الارز وكنحط عليه الدجاج. وهنا اختصاص غير بالارز والدجاج، يمكن لك بارفو كنطيب دجاج بطاطا مع الدجاج وكتجي بنينه بزاف، ولكم الاختيار. وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم عجبتكم، ونلقاكم ان شاء الله في وصفه من وصفات امل كيتشن. وما تنساوش ديروا لايك الى عجبتكم الوصفه وتبارطاجيو الفيديو ديال امل كيتشن، وان شاء الله نشوفكم في وصفه جديده. وكنشكركم بزاف، don't forget to subscribe, like, spread the love, like and share. Thank you so much, bye.